بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاعر تفيض بالفخر والاحترام والإعزاز، يسعدني وأعضاء هيئة الشرطة تشريف سيادتكم والحضور الكريم احتفالنا اليوم بذكرى غالية في مسيرة الوطنية المصرية جسدت أحداثها نضال شعب مصر عبر السنين من أجل صون سيادة الوطن وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين. إنها ذكرى معركة 25 من يناير عام 1952 بمدينة الإسماعيلية الباسلة، والتي نسجت منها الشرطة عيداً لها باعتبارها صفحة خالدة تسطر كفاح وتضحيات رجال الشرطة للزود عن الوطن وحماية ترابه. ولقد استقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزاً متجدداً لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء الذين خاضوا أشرس المعارك وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم واستقلال وسلامة شعبه وأمانه. السيد الرئيس، يستلهم أبناؤك رجال الشرطة من مسيرتكم قدوة ونبراسا يهتدون به في آدائهم لعهد قطعوه على أنفسهم بإرادة وطنية بألا تقوم للشر على أرض هذا الوطن الأبي قائمة، مدركين بأن أمن الوطن وحمايته ومقدراته، وهم في ذلك يتخذون بإيمان راسخ مواقعهم، مدركين بأن أمن الوطن وحمايته ومكتسباته هي رسالة تتواصل عبر مسيرة أجيال الشرطة في أدائها مهما بلغت التحديات والتضحيات. وها نحن نستقبل هذه الذكرى الغالية وسط أحداث تتعاظم فيها المخاطر وتتنامى فيها التحديات، والتي لا تحد من رجال الشرطة الأوفياء وقواتنا المسلحة إلا كل الإصرار على التحدي بكل حسم لما يمس أمن الوطن وسلامة أراضيه، ويبذلون في سبيل ذلك أرواحهم فداءً لوطنهم. ما خانتهم أبداً شجاعتهم، روت وما تزال دماؤهم تروي تراب هذا الوطن على امتداد ربوعه ومختلف أرجائه من أجل تعضيد أمنه واستقراره. وستبقى ذكرى شهدائنا من رجال الشرطة وقواتنا المسلحة الباسلة ضياء هادياً لنا نحزو حزوهم في تواصل وعطاء لا يفتر ولا يتراجع من أجل عزة الوطن وصون كرامته وحفظ أمنه. وسيظلون فخراً لزملائهم أبد الدهر يحرصون على إعلاء تاريخهم وفاءً لهؤلاء الرجال الأطهار والأبرار. وستظل مصر قادرة بعون الله على ترسيخ أمنها وأمان شعبها دون تفريط أو تردد أو تراجع. السيد الرئيس، لقد حددتم ومن خلفكم الأمة المصرية خيارات الوطن في لحظات الاختيار والحسم ما بين الظلام والنور والعزلة والتقدم، وأعلنتم أن مصر لن تحيا إلا عزيزة كريمة مرفوعة الهامة. ولقد أثبتت الأحداث رشد رؤيتكم، حيث مضت المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة في تسارع محموم، وخلفت فجوات من التفكك والعنف، وعصفت باستقرار أوطان كانت عامرة ومستقرة وضاعت بسببها سيادة دول وانتهكت، وتضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات. ووسط كل هذه التحديات، وبفضل الله وبفضل قيادتكم
مضت مسيرة مصر في طريق البناء، قاعدتها تاريخ زاخر للشخصية المصرية في الحضارة والتقدم والنماء، وحاضرها قيادة حكيمة رصدت المخاطر وحددت الأولياء لإعادة بناء الدولة وتدعيم اقتصادها، والتي كادت أن تعصف بها الدسائس لولا خطواتكم الموفقة بدعم ومساندة من شعب مصر العظيم. الجمع الكريم، لقد كان رجال الشرطة مع كل موجة وطنية يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته، وسيمضون كما هو عهدهم دون تردد في مواجهة الجريمة والإرهاب بكل جسارة وحسم، يحفظون للوطن أمنه واستقراره. لم يتخلفوا يوماً عن واجبهم، ولن يحيدوا يوماً عن مسارهم من أجل وطن ينعم بالأمن والسلام الاجتماعي. ولقد عقد رجال الشرطة يا سيادة الرئيس يتشرفون به لحماية المصالح العليا للوطن من كل خطر، وهم على قدر كبير من الوعي بمسؤوليتهم في إنتاج المزيد من سبل التطوير والتحديث في ظل معطيات متغيرة ومتطورة لا تحتمل الإنعزال أو الركون إلى ما تحقق. ومن هنا أود التأكيد أننا سنستمر إلى جانب أشقائنا بالقوات المسلحة في خندق واحد، نتصدى لخطر الإرهاب الداهم ببسالة وقوة، ولن تنالوا من عزيمتنا أو تعرقل مسيرتنا هذه الجرائم الدنيئة، وسنظل حريصون على النهوض بكل المهام. فالأمن جزء لا يتجزأ بأبعاده الجنائية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لنحفظ لجبهتنا الداخلية سلامتها ونصون وحدتها، ونحقق مفهوم الأمن الشامل في إطار من احترام الدستور والقانون والتزام تام بمعايير حقوق الإنسان. كما نؤكد أننا نسعى دائماً لتطوير أدائنا ودعم قدراتنا من خلال تخطيط علمي يواكب أحدث النظم والإمكانيات التكنولوجية الحديثة، مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري وتدريبه وصقل مهاراته باعتباره ركيزة العمل الأمني. وبذات القدر نهتم بالارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية في كل المرافق الشرطية، تلك التي تتصل بسير الحياة اليومية لملايين المواطنين. الإخوة والأبناء، قيادات ورجال الشرطة، إنني اليوم أقف بكم ومعكم لنجدد العهد لشعب مصر العظيم ولقائد مسيرة الوطن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن نظل أوفياء وحريصون على بذل كل غال ونفيس في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماية مقدراته ومكتسبات شعبه العظيم، لتحيا مصر واحة للأمن والأمان والاستقرار. ولكم يا رجال الشرطة أقول، رسالتكم إنفاذ القانون، وهدفكم إعلاء الحق والعدل، وسبيلكم احترام حقوق الإنسان، فاجعلوا من أنفسكم ملاذاً لكل قاصر. نثق في إيمانكم بقيم التضحية والفداء، وقدرتكم في مواجهة ما هو قادم في الأيام القادمة ومستقبل التحديات، فأمضوا في مسيرتكم بعقيدة راسخة في توفيق من المولى سبحانه وتعالى ورعايته لجهودكم الصادقة. سيادة الرئيس، لقد صغت لمصر واقعاً وحلماً قومياً جديداً يصل الحاضر بالمستقبل ويرعى الأصالة والمعاصرة ويجسد طريقاً للتقدم والبناء، إيزاناً بمرحلة جديدة مزدهرة بإذن الله تجسد حقبة فارقة من التاريخ المصري المعاصر. وسيظل رجال الشرطة المصرية الأبية بإذن الله تحت قيادتكم أوفياء للوطن وحراساً لأمنه بكل العطاء والتضحية. حفظكم الله وسدد خطاكم وحفظ مصر بكم
وجنبها سوء الفتن، إنه سميع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.